طيب، مباراة بكرة مباراة مهمة جدا أمام حرس الحدود، بغض النظر عن ترتيب جدول الدوري والحرس في المركز الأخير أو حتى بيصارع من أجل البقاء في الدوري الفترة اللي جاية، دي نقاط بالعكس ممكن تدي قوة للمباراة أكتر. فريق ممكن ما يكونش بيبكي على حاجة، فريق بيحافظ على حقوق يعني حظوظه في اللحظات الأخيرة من أجل البقاء في الدوري، فريق ممكن يلعب على فكرة الأضواء والشهرة أمام فريق الأهلي بطل إفريقيا، ودي أول مباراة محلية ليه بعد العودة من المغرب. كل المعايير دي أو العناصر دي تخلي المباراة بكرة مباراة صعبة جدا، عشان كده لازم يكون الاستعداد ليها بشكل جيد جدا. وأكيد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر عاقب العودة من الراحة السلبية كان حريص أن يكون موجود في أول تدريب عشان يشتغل بسرعة على التحضير للدور العام، يشوف مين جاهز مين محتاج ياخد راحة باستعدادا للفترة اللي جاية. النهاردة التدريب الأخير للفريق قبل الدخول لمعسكر مغلق، والتدريب إن شاء الله هيكون بعد أقل من ساعة في ملعب مختار التتش بالجزيرة. كل التفاصيل هنعرفها من خلال زميلنا كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. عندك نقطتين مهمين جدا، أولا التدريب والدخول في معسكر وأخبار الفريق واجتماع مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كلمة معاك بقى، قول لنا كل الجديد عندك. يعني طبعا اكيد محمد، في البدايه بما اننا متواجدين طبعا يعني في المبنى الاداري ويمكن خلفنا مجلس اداره النادي الاهلي كالعاده، طبعا النهارده كان تم تحديد موعد لمجلس الاداره فيها 3 عصرا، لكن يمكن سبق محمد امور كالعاده اعتياديه وهي المكتب التنفيذي، كلها امور خاصه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، ترتيبات عديده جدا طبعا على مستوى كل الفروع، ترتيبات ايضا كمان لفريق كره القدم الالعاب الاخرى. شفنا الحقيقه الكابتن خالد العوضي متواجد مع الكابتن محمود الخطيب مع مجلس الاداره النشاط الرياضي الفتره اللي جايه. الحقيقه مجلس الاداره بيقوم بدور كبير جدا خلال المرحله القادمه، لان عايزين نبدا موسم عظيم، موسم مليء بالبطولات زي ما شفنا الموسم الحقيقه الماضي، الالعاب الاخرى الالعاب الجماعيه الالعاب الفرديه فريق كره القدم. عشان كده الشغل كتير جدا، الشغل ما بيخلصش في مجلس اداره النادي الاهلي. الكل منتظر النهارده ان شاء الله باذن الله القرارات كلها تكون قرارات بمشيئه الله ان شاء الله ايجابيه في مصلحه النادي. دي يمكن الامر الاول بالنسبه لاجتماعنا، الاجتماع يعني حتى هذه اللحظه محمد ده مستمر زي ما بنقول، بدا فيها 3 عصرا، يعني متوقع في خلال ساعتين 3 بالكثير ينتهي اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. النقطه الثانية كالعادة طبعا هو فريق كرة القدم بالنادي الأهلي أبطال أفريقيا بيستعدوا بكل قوة لبطولة الدوري العام، بطولة كبيرة وحلم كبير كالعادة، وإن شاء الله ترجع لمقر النادي الأهلي بالجزيرة في دولاب البطولات، ده أمر مهم جدا. عشان كده مطلوب كل التركيز وكل الوعي الكبير جدا وكل التحضير الفني من الجهاز الفني واللاعبين، لأن زي ما أنت قلت يا محمد واحدة من المباريات الصعبة جدا، تحديدا كمان هي مباراة مؤجلة من الجولة ال 16، وأيضا كمان يعني حرس الحدود خلاص ما عندوش حاجة يبكي عليها، فهيلعب بكل قوته، هيحاول إن هو يسوق نفسه. كل فريق بيقابل النادي الأهلي هي مباراة كؤوس، بيقابل البطل، بيقابل أعظم فريق في أفريقيا، عشان كده مباراة تكون صعبة جدا. هنشوف غلق مساحات كالعادة، يا رب إن شاء الله بإذن الله مستر كولر يعني بخبرته الكبيرة يكون سيناريوهاته مهمة جدا، التشكيل كمان مهم، ممكن نشوف عناصر مختلفة محمد في التشكيل وأيضا كمان في القائمة بشكل عام. يعني الراجل هيحاول بشكل كبير جدا في خلال الخمس مباريات القادمة يعني زي ما بنقول كده يطعم كل اللعيبة بأفراد ما كانتش بتشارك خلال الفترة الماضية، ويمكن كمان في بدايات حراسة المرمى ممكن نشوف مصطفى شوبير غدا، علي لطفي، ده أمر مهم جدا حابين نتكلم عليه في البدايه، لكن كل الامور متاحه مع الجهاز الفني الحمد لله. لعيبه يعني اللي رجعت المنتخب اطمننا عليهم بشكل كبير، سواء ديانج او تاو، المنتظرين ايضا كمان الضوي يكون متواجد خلال الفتره القادمه، هو يمكن مش هيشارك ومش هيبقى موجود يعني تحديدا في قائمه مباراه الغد، لكن بطمنك على ديانج وتاو الحقيقه يعني رجعوا بشكل كبير جدا بدني وذهني ممتاز جدا. كل لعيبتنا الحمد لله العايده من المنتخب الوطني ما اشتكتش من حاجه، هي الحقيقه بس يعني متولي عنده بدله كبير جدا، متولي الحقيقه يمكن هيغيب عن فريق النادي الاهلي يعني فتره تصل الى شهر، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول النادي الاهلي بيمتلك سكواد مميز جدا، عنده لعيبه مميزه جدا، وان شاء الله تكون انطلاقتنا مميزه يا محمد في مباراه حرس الحدود بالتاكيد غدا 9:30 على استاد الكليه الحربيه، واحده من المباريات المهمه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وتكون انطلاقه في بطوله الدوري العام بمشيئه الله. يعني تاكد يا كريم خلاص اصابه محمود متولي هتبعده عن الملاعب لمده شهر، احنا كده بنتكلم اعتقد يبقى الموسم بالنسبه له انتهى خلاص. يعني طبعا محمد الاخبار حتى هذه اللحظه هذا الامر، يعني كنا بنعمل ان الامر ما يزيدش عن كده، لكن انت عارف يعني بعد الاصابه بيبقى في تاني كبير جدا في الدفع باللاعب، عشان كده بنقول الفتره ممكن تصل لشهر، يعني اسبوعين ممكن يرجع، بعد الاسبوعين بيبدا اسبوع تاهيل، ثم بعد كده بيبدا اسبوع بيدخل تدريجي في كره القدم او التدريبات الجماعيه. عشان كده بنقول يعني هو عنده بدلك شويه في موضوع الاصابات، لكن متولي من اللعيبه المميزه جدا، عنده ايمان ان الاصابات دي الحقيقه قضاء وقدر، ان شاء الله باذن الله يعني زي ما بنقول الخير في كل اللعيبه المتواجده، الحمد لله كل لعيب على قلب رجل واحد. شفنا
الفرحة الكبيرة في البطولة الأفريقية. منتظرين كمان إن شاء الله بإذن الله على مدار الخمس مباريات القادمة إن شاء الله بإذن الله يستطيع النادي الأهلي الحصول فيهم على كل النقاط، لأن حسم الدوري هيرفع الضغط بشكل كبير جدا محمد عن كل لاعبي النادي الأهلي. ده أمر مهم جدا اللي بيأكد عليه كولر، لابد إن احنا نحسم المباريات القادمة عشان نستريح ونبدأ كل واحد ياخد فرصته وتلعب وأنت ما عندكش ضغوط. ده أمر مهم جدا، عشان كده بنعمل إن شاء الله ملعب الكلية الحربية احنا عارفين ضيق شوية، لكن خلاص النادي الأهلي في أي ملعب في أي وضع في أي جولة لابد يكون عنده الأمل والرغبة الكبيرة بالحصول على الثلاث نقاط في الخمس مباريات القادمة. إن شاء الله بإذن الله يكون الحسم بطولة الدوري العام قبل انتهائه كالعادة زي ما عودنا النادي الأهلي في مواسم عديدة جدا، لكن إن شاء الله يكون زي ما بقول لك يا محمد انطلاقة حرس الحدود مهمة جدا، نتيجة وأداء إن شاء الله من نصيب النادي الأهلي. طيب كريستو امبارح احنا شفناه حتى شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة تونس والجزائر، يعني طبعا المدرب جلال القادر مدرب منتخب تونس دفع بكريستو في آخر خمس دقائق بديلة لمحمد علي بن رمضان، فكل اللعيبة الدولية كريم يعني الشيء الملفت للنظر كل اللعيبة الدولية في الأهلي بتلعب في المنتخبات الإفريقية ولعيبة مهمة، علي معلول كريستو مع تونس، ديانج مع مالي، بيرسي تاو مع جنوب إفريقيا، لعيبة الأهلي ما يقرب من 9 لاعبين في المنتخب الأول. بما أنك قريب من الفريق واللعيبة يا كريم، الأمور دي الجهاز الفني بيشوفها إزاي؟ يعني كولر لما بيكون عنده ما يقرب من 13-14 لاعب دولي، دي وجهة نظره فيها إيه؟ مدى تأثيرها كمان على الشغل الفني ليه لما اللعيبة دي بترجع من الأجندة الدولية؟ بالتاكيد طبعا محمد، يعني هي هتبقى من الاشياء الايجابيه اللي بتسعد الجهاز الفني وتحديدا المستر كولر، وده يمكن امر مهم جدا. لكن لو بنتكلم بشكل عام يعني هي بتاثر شويه بالنسبه للتحضيرات الفنيه، الراجل بيحاول ان هو يحفظ بعض الجمل في مباريات بتكون صعبه ومباريات كبيره في بطوله الدوري العام، لكن هو شيء يعني اكيد بيسعد النادي الاهلي وبيسعد الجهاز الفني ان انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه سواء اللعيبه المصريين او اللعيبه المحترفين. لكن الامر مهم جدا محمد ان انت بتشوف نجاح اللعيب في المنتخب، وده بيرجع للجهاز الفني، بتشوف اللعيب فايق بيأدي بكل قوه بدنيه، ده يرجع للجهاز الفني اللي قادر ان هو يأهل ذهني وبدني وقادر ان هو يدي بصمه كبيره جدا لكل اللاعبين. عدد كبير جدا لمنتخبنا الوطني شفناه الحقيقه وشفنا اللعيبه كلها، وايضا كمان ديانج وتاو من اللعيبه المميزين جدا. بيأثر شويه بالنسبه طبعا للفنيات، لكن الراجل كمان عنده مشكله ان مفيش وقت ان هو يصلح الاخطاء بشكل كبير، عشان كده بقول لك يا محمد يعني خلاص هو الراجل بيحاول اللعيب اللي بيكون متواجد معاه الراجع من المنتخب يطمن عليه. اهم حاجه البدني بتاعه كويس يقدر ان هو يديله بعض الجرعات التدريبيه، عشان كده بقول لك الحمد لله اطمننا على ديانج وتاو وكل لعيبتنا من المنتخب الوطني من الناحيه البدنيه، ده كان امر مهم جدا. الجزء الفني الحقيقه الخبرات اللي عند لعيب النادي الاهلي سواء ديانج تاو سواء الضاوي سواء كل اللعيب علي معلول، كل اللعيبه دي عندها خبرات كبيره جدا، مهما كان البعد مش هينسيه الفكر والتكتيك والاسلوب وطريقه اللعب. لكن بقول لك هو واحده من الاشياء اللي بتسعد الجهاز الفني، لكن في نفس الوقت يعني بيبقى ليها تاثير شويه على الجانب التدريبي وعلى الجانب الجماعي، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بنتمنى يكون في اكتر من كده كمان يا محمد، لكن اللي بنعمله ان لعيبتنا ترجع سليمه، لان احنا عندنا مباريات عديده جدا وعندنا بطولات كبيره جدا خلال الفتره القادمه، امر مهم بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. لكن اللي هيسعد جمهور النادي الاهلي اكتر هو انطلاقتنا بمشيئه الله غدا في مباراه حرس الحدود، لان هنشوف الجمهور عايز يستقبل ابطال افريقيا، هيحيوه وينادوا عليهم. ده امر الحقيقه بيزود المعنويات الكبيره جدا عند اللاعبين، ودي النقطه الايجابيه في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واعي عارف اهميه المرحله، عشان كده دوره كبير ومهم جدا، مش من المباراه القادمه لا، المباراه القادمه كلها محمد. هو فعلا يا كريم انا باخد من كلامك يعني بكره مباراه مهمه جدا، لان كمان هيبقى اول لقاء جماهيري للاهلي على أرضه أو حتى في يعني في القاهرة بحضور جماهير الأهلي، فالاستقبال أكيد هيبقى كبير جدا لأول لقاء لبطل إفريقيا في الدوري المصري. طيب جزء تاني مهم جدا يا كريم، عارف برضو بأنك يعني بتتكلم لغة إيطالية بشكل مميز جدا وقريب جدا من ميشيل يانكون، أنا على مدار 3 أيام بشوف المواقع بتتكلم على فكرة التدرج اللي موجود في حراسة المرمى، الثلاث حراس على أعلى مستوى وكلهم خاضوا تجارب في توقيتات صعبة وكلهم نجحوا بلا استثناء بصراحة. هل هيبقى في يعني تفكير في تغيير مركز حراسة المرمى بكرة؟ هل هيبقى في تدوير في حراسة المرمى على مدار ال10 أيام أو ال10 مباريات المتبقية في الدوري العام؟ ولا ينكون والجهاز ممكن بيفكروا إزاي في الجزئية دي يا كريم؟ هي نقطة مهمة جدا يا محمد الحقيقة، تحديدا في حراسة المرمى. يعني الجرعات التدريبية اللي بنشوفها هي جرعات واحدة للجميع، بنشوف الأداء اللي بيأديه كل نجوم النادي الأهلي تحديدا في حراسة المرمى سواء مخلوف، شوبير، علي لطفي، الشناوي، بنشوف جرعات ثابتة، بنشوف حماس كبير جدا. من الواضح ومن الشكل المعتاد إن ممكن يكون في فرصة كبيرة جدا لعلي لطفي ومصطفى شوبير في المباريات القادمة كلها. أكيد الشناوي الحقيقة بقيمته الكبيرة جدا، واحد من أعظم حراس المرمى في أفريقيا، أكيد دوره مهم جدا، لكن برضه التقاط الأنفاس بالنسبة لحراسة المرمى بالنسبة للشناوي تحديدا أمر مهم، لأن الراجل
الراجل مجهود كبير جدا من المغرب الى المغرب مره تانية تواجد فيها مباراه المنتخب ثم بعد كده عوده، امر مهم ممكن لود شويه على الشناوي، لكن من الواضح ومن الشكل العام بالنسبه لنا لحراسه المرمى بالتناوب ممكن نشوف محمد على مدار المباريات القادمه، ممكن نشوف البدايه غدا مع علي لطفي، ممكن نشوف البدايه مع مصطفى شوبير، ده امر اكيد بيحسم للجهاز الفني، لكن يعني رؤيتنا وده اللي احنا شايفينه بنلمسه في التدريبات ميشيل عايز يدي الحراس، لان اللعيبه الحقيقه يعني مصطفى شوبير الحقيقه شفناه واحد من الحراس المميزين جدا اللي اثبت للجميع النادي الاهلي يمتلك حارس عظيم الحقيقه اسمه مصطفى شوبير، وايضا كمان علي لطفي نفس الامر بمجهوده الكبير وبالانكار الذاتي الكبير جدا، عشان كده حراس المرمى ما بتاخد فرص هي بيبقى في ثبات في المستوى، وبيدي رساله للجميع ان النادي الاهلي يمتلك عدد كبير جدا من الحراس، المستوى اكيد بيكون فيه تفاوت بسيط جدا من الخبرات، لكن الريتم واحد، الاسلوب واحد، الدوافع واحده، بنامل ان شاء الله سواء علي متواجد غدا مصطفى شوبير ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين، الشناوي كالعاده طبعا لو موجود في حراسه المرمى كل الدعم والتوفيق ان شاء الله، النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا يا محمد الحقيقه، عشان كده بقول لك الروتيشن ممكن يكون في حراسه المرمى، ممكن نشوف حد في خط الظهر، ممكن نشوف في الفريق بشكل عام، لكن كولر معودنا ان ما بيغيرش بشكل كبير قوي، يعني ممكن لعيب او اثنين بالكثير على حسب طبعا متطلبات المباراه ومتطلبات المرحله، لكن باكد لك اي حد يكون موجود شناوي شوبير علي لطفي حتى مصطفى مخلوف كمان ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده، ويكونوا يعني زي ما بنقول كده حارس عرين اللي النادي الاهلي بيكون في قمه مستواه في قمه تركيزه بمشيئه الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وكلام مهم جدا عن استعداد الفريق لمباراه حرس الحدود.